أقول لك قل لي ويش هي أطول كلمة في القرآن؟ يا أخي هذا الإنسان سامع عنها. أول كلمة؟ أول كلمة في القرآن فكر. ما عندي فكرة. يعني كم حرف يعني؟ عيد مرة؟ ما أعرف. بعدك عيد؟ ما هي أطول كلمة؟ ما أعرف والله. حاول؟ سؤال ثاني عطيني يا أخي. موجود الكلمة وقريتها. تعال معاي نشوف الإجابة. هيا لو مثلك ثنينة أقول لك. برنامج المسابقات اللطيف الخفيف مع محمد الفارسي وتعليقات فرقة الفرقة. أهلا وسهلا بك في برنامج أقول لك. هياك كجوية. حياكم الله أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج أقول لك. اليوم موجودين في هبطة رستاق ونسأل الناس عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم. ما هي أطول كلمة في القرآن؟ تعرف يا صديقي ولا ما تعرف؟ عندي مشكلة. كم مو عندك؟ دنيا مساوية. سؤال، ويش هي أطول كلمة في القرآن؟ فسيكفيكم الله. الرحمن. ها؟ سورة الرحمن. متأكد؟ كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هذه قم لا طير كعبو. ايش درى لنا الحال؟ لا حش عليك بيكس. هاي تغليقه فيها. ما فيها صبور عندي مطاوع انا ربعي. لا 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 ما اسمع. فاتحه. شكرا. لا اول سوره. ها يعني هي اول تبدا بسم الله الرحمن الرحيم. مني منك حسك مسلم. مسلم يعني قلبك عامر بالايمان. ايوه خلا. كيف الحال؟ انت من؟ مو الامور. اسمك من؟ ماشية. اسمك عرفه؟ الله يعطيك الصحة العافية. وناس يا رب فراسي. يا من طريق النبي. لا يعني مو اخبرك تو كيف. اها حاول. ما تبغى افتح لك تو القرآن اقول لك اقرا؟ زين خبرني انت. خبرني يا حتمت. ايش فيك؟ ايش فيك يا اخي؟ لا تغلقني يا الربع. اميزنج. صعبة. صعبة. جماعة الخير بنساعد حد. نشوف حد محتاج حد يساعده في البيع لأن عندي خبرة يوم أبيع الهوش. صف. كم هذا؟ 90. 90 ها؟ 90 ريال. من الآخر. من الآخر. مو من الطبش. هذا مو من الطبش. ما يحبه قلبي. الله. الله يعطيك العافية. عليك السلام. ما راضي تنباع الشماله مسكين. طور كلمة في القرآن أخوتي. أسمي. صبر صبر أتذكر. السؤال صعب أعطيتني أنت. لا لا ما صح. اسمح لي. سؤال صعب. هاته. يعني كيف فسر لي بعد شوي يعني قرب لي. كلمة. عير الشر. أطول كلمة في القرآن. اليوم عين جنعت والكبد من صده. صده. خبرك تنشل وزاد الزود عن حده. حد. طولي. درب المود انقطع والباب بنسده. الله الله. عن يهذر الناس من ياهل وعقالي. يارك الله. شب الخاطر. حاول مرة أخرى. أطول كلمة في القرآن مدهامتان. لا البنتيق محلي. البنتيق محلي. سواده. اياكم الله. تفضل. صنع في عمان. صنع في عمان. نعم. رستاق ولا في عمان؟ في الرستاق. يعني سورة. كلمة. 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 واوي. مو هي كلمة واحدة. هي واحدة. سورة البقرة. ما سورة. هي ما بقى. كلمة. كلمة. ها؟ الرحمن الرحيم. تفضل. والله ما تحضر. صنع في عمان. كذا سلطان غربخت. اشوفك سلطان. ها ماشي يا القير علق عندك. غير الشر. ضيعوا البستاشيو. هذا بس لا طش. مشكله مع العمر. طيب الدذاقه ما اقدر. والله ما اعرف. مني منك. ايوه ماشي ماشي ما اعرف. يمكن الله يزيدك توهم يزور 400 طولي. فكر. ما اعرف والله. ما اعرف. ماشي ماشي. ها حاول مره اخرى. ما هو بعد القبر. ما هو ما عاد شيء اقول لك. كنا راح ما قلت. ماشي ها. فاسقيناكم. فاسقيناكم. يصرف له. طبعا صورنا اللمكي اجابه صحيحه. وهذه جائزه حبيبي اللمكي. احسنت. ومن برنامج اقول لك. ويعطيك العافيه. وعد لا تنسى تورينا الصور مالك ان شاء الله. ان شاء الله. فاسقيناكم. فاسقيناكم. منين قابلنا انت؟ ترى نقرا له القران. متاكد؟ ما شاء الله. اي نعم. فاجابه صحيحه. ماشي منها. منين قابلها؟ منين توقع قابلها؟ لا لا منين؟
من القرآن. من القرآن يا ابنها؟ اي نعم. متأكد؟ اي نعم. اي صفحة موجودة؟ كذا نسيان انها. نسيان. يا خنت ان شاء الله عليك انت. سهل، هدية مقدمة من اخولك. فاسقيناكموه. ما؟ فاسقيناكموه. فاسقيناكموه من الحين قابلها؟ والله هذه معلومة اعرفها من قبل. جبتها تقريبا سنة. يا اخي صحيح مدرك؟ لا والله صحيح. صراحة؟ والله صحيح. من زمان تعرفها؟ ايوه صحيح. اجابة صحيحة يا اخي، ويستاهل هدية. باسمك الكريم؟ محمد مبارك الخاطري. محمد؟ مبارك الخاطري. محمد انت انت؟ يعطيك العافية غالي. وهذا يقبل انت إن انت واحد؟ هدية من برنامج اقول لك. اعزائي الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. ايوه لسك. قبل ان نختم نذكركم بسؤال حلقتنا الجاية. أين تقع كرزكان؟ أين تقع كرزكان؟ حياكم الله، نلقاكم في الحلقة الجاية. تابعونا في الحلقة الجاية. أقول لك.